الأهلي هو شمس البطولات المشرقة، الأهلي هو النادي المشرف، الأهلي هو إحدى القوى الناعمة العظيمة الكبيرة القوية لبلدنا العظيمة مصر. الأهلي بتاريخه وبأمجاده وبنجومه وبرؤسائه وبأبطاله وبكل شيء جميل في هذا النادي. الأهلي بقيمه ومبادئه وبانتصاراته وبكؤوسه وبدروعه. الأهلي البعبع أفريقيا وعربيا ومحليا. الأهلي صاحب الأرقام القياسية في كل وقت وكل زمان. أبدا لاعبون لن يرضوا أن يكون الموسم بلا بطولة. ضاع الدوري وضاع الكاس، لكن لا يمكن أن يضيع السوبر. هذا هو شعار لاعبو الأهلي وجهازهم الفني بقيادة كولر في مباراة السوبر. الزمالك والأهلي، والأهلي والزمالك، لقاء السوبر في ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية. تحتفل تستقبل الأبطال والنجوم، تستقبل الجماهير المصرية والعربية والإماراتية، تستقبل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، تستقبل الجميع في استعداد لاحتفالية كبيرة جدا جدا ما بين بطلي مصر الزمالك والأهلي. زمالك بطل الدوري الموسم الماضي، والأهلي بطل دائم لهذه المسابقة. مباراة نتمناها ممتعة، نتمناها رائعة، نتمناها في مستوى فني وأخلاقي رائع. بالنسبة للأخلاقي فأنا مطمن، لأن احنا الحقيقة بره مصر 100 فل و14 ما ببقاش قلقان خالص، لا من الجمهور ولا من اللعيبة ولا من أي حاجة على الإطلاق. أنا كل اللي ببقى قلقان منه ما يحدث بعد المباراة ما بيننا وما بين بعضنا، خاصة عبر السوشيال ميديا. ربنا يهدي الجميع وربنا يهديهم علينا وعلى أنفسهم عشان الدنيا تمشي بشكل كويس، خصوصا خلال الفترة القادمة. المعسكرين وأخبارهم بيقولوا إيه في الزمالك؟ فيريرا قعد مع اللعيبة، عمل جلسة مطولة مع اللعيبة، قاعد يتكلم معاهم، بياخدوا وبيدوا وبيشوفوا الدنيا ماشيه ازاي، ضروره تحقيق الفوز، اهميه المباراه، لازم الجماهير تتبسط، لازم الجماهير تسعد بالانتصار والفرحه الكبيره للاعبين والجماهير. فيريرا كمان قعد مع طبيب الفريق وطمن منه على حاله جميع اللاعبين قبل المران، وشايف انه الامور جيده بالنسبه له، لا توجد لديه اصابات الا زي ما قلت لكم الونش. لسه دايما نقدرش نقول انه يعني حط ايده. ادي كابتن ايمن طاهر بذل مجهود رائع مع حراس المرمى سواء عواد او صبحي او نديم. بن شرقي لاعب الزمالك السابق زار الفريق وقعد معاهم شويه، ويعني كان سعيد انه بيعود من جديد لاصدقائه ولزملائه اللي قعد معاهم فترة طويلة جدا، وكان مبسوط انه موجود مع هؤلاء وبيستعيدوا الذكريات. وكان فيريرا ادى 15 دقيقة لوسائل الاعلام انها تتابع المران. كان في مؤتمر صحفي لفيريرا، عندنا جزء منه هنتابع منه بعض الكلمات، وايضا لزيزو اتكلموا هما الاثنين في المؤتمر الصحفي. تعالوا كده نذهب الى هناك من جديد، تعالوا نعيش مع كلمات فيريرا ونشوف كمان زيزو قال ايه في المؤتمر الصحفي استعدادا للمباراه، مباراه السوبر ما بين الزمالك والنادي الاهلي. قاله فيريرا، قال ان لعب مباراه السوبر بالنسبه لنا مهم، لاننا فزنا بالدوري والكاس وبالتاكيد لازم نفوز بالسوبر. صحيح بنستعد لها زي اي مباراه اخرى، ولكنها مباراه مع النادي الاهلي، والفوز على فريق كبير بيكون مهم جدا. بيقول من 7 سنين لعبت السوبر قدام النادي الاهلي، والاهلي خرج اكثر سعاده لانه فاز. بيقول بعد 7 سنين بنعود للتواجه، لكن الامور اتغيرت بشكل كبير، خصوصا في الزمالك اتغيرت بشكل ايجابي لحسن الحظ. بيقول الونش لعيب مهم جدا، لعيب مميز، هنلعب من غيره لكنه هنحاول ان احنا نكون بنفس القوه. رجع يتكلم عن المباراه الاولى، قال ان احنا حرص الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي على قراءه الفاتحه في بدايه المران الختامي الذي جرى اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينه العين، استعدادا لمباراه السوبر المصري التي تقام مساء غد الجمعه. وبعد قراءة الفاتحة بدأ مران الأهلي بفقرات بدنية خفيفة تحت إشراف أندويا مخطط الأحمال، بينما خضع حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لمران قوي من جانب ميشيل يانكون مدرب الحراس. وكان وليد سليمان لاعب الأهلي السابق والمعتزل حديثا قد حرص على زيارة مران الفريق الختامي
لمؤازرة اللاعبين، وتمنى لهم التوفيق في اللقاء والتتويج باللقب. ويلتقي الأهلي مع الزمالك في 7 من مساء غدا الجمعة بتوقيت القاهرة في السوبر المصري باستاد هزاع بن زايد. واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة السوبر المصري غدا أمام الزمالك بالإمارات. ويضم التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الزمالك حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمود متولي، علي معلول، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، خط الوسط حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، طاهر محمد، طاهر برونو، سافيو، خط الهجوم شادي حسين. وعقد صباح اليوم الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي باستاد هزاع بن زايد الذي يستضيف اللقاء بحضور مجدي الشيخ مراقب المباراة ومحمد زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة ومندوبي الناديين. وأسفر الاجتماع عن ارتداء نادي الزمالك صاحب الملعب في المباراة الزي الأزرق الكامل فيما يرتدي النادي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض. واستقر مارسيل كولر مدير الفني للأهلي على إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر خلال مباراة السوبر ضد الزمالك غدا الجمعة في ظل رغبته في اختيار التشكيل المثالي في لقاء السوبر من أجل حصد أول ألقابه في قيادة الأهلي. ويدرس كولر عودة طاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وعمرو السولية في التشكيل الأساسي بعدما غاب الثلاثي عن مباراة أسوان في الجولة الثانية بالدوري بسبب إيقاف طاهر، وبينما تواجد سافيو والسولية على دكة البدلاء وشارك بديلين في الشوط الثاني. كما يفاضل كولر بين الدفع بمحمد مجدي أفشة في الوسط بجوار حمدي فتحي والسولية مع الاعتماد على برونو سافيو في مركز الجناح الأيسر، فيما يلعب طاهر محمد طاهر في مركز الجناح الأيمن وتواجد الثنائي أحمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسي تاو على دكة البدلاء، أو يستمر في الدفع بعبد القادر ويلعب برونو سافيو في مركز صناعة اللعب ويعود أفشة للدكة. ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول بالإمارات في 14 اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب العين الذي يبعد حوالي 15 دقيقة عن فندق الإقامة. وقبل انطلاق مران الأهلي يعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين في فندق الإقامة. وحرص وليد سليمان لاعب الأهلي المعتزل حديثا على التواجد لمؤازرة زملائه في الفريق خلال المران الأخير قبل مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك بالإمارات. من ناحية أخرى حرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزوالدو فيريرا على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض المقامة على استاد هزاع بن زايد استبدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي. وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني واللاعبين بشأن أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز خلال لقاء السوبر لإسعاد الجماهير البيضاء. ويواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي غدا في تمام الساعة 7 مساء باستاد هزاع بن زايد على كأس السوبر المصري. ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بنفس التشكيل الذي خاض به مواجهة سيراميكا الأخيرة بالدوري مع خروج مصطفى الزناري ودخول حسام عبد المجيد بدلا منه. ومن المتوقع أن يخوض الزمالك لقاء الأهلي بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع حمزة المسلوسي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، خط الوسط محمد أشرف، رؤى زكريا الوردي، عمر جابر، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو، خط الهجوم سيف الدين الجزيري. وتترقب الجماهير المصرية بصفة عامة والأهلي والزمالك على وجه الخصوص مباراة القمة التي ستجمع قطبي الكرة المصرية بين الأحمر والأبيض في السوبر المحلي بالإمارات غدا. ووصل الفريقين مساء أمس الأول الثلاثاء، فقد وصل الزمالك أولا ثم لحق به الأهلي بعدها بعدة ساعات. تقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في 7 من مساء غدا الجمعة بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بأبو ظبي. الأهلي فاز على أسوان بهدف نظيف، كما فاز الزمالك على سيراميكا بثنائية نظيفة في الجولة الثانية لبطولة الدوري. كما سافر الفريقين الإمارات مساء الثلاثاء وتدرب كلاهما بالإمارات قبل خوض اللقاء المرتقب. الأهلي يفقد المالي أليو ديانج للإصابة، غيد محمود الونش والسنغالي إبراهيم النضاي عن الزمالك لنفس السبب.